كيفاش تبعت الامور؟ على كل احنا نتمناو باش تنتهي اشغال الهيئه الاداريه بالتوافق حول ما وصلوا له مع الحكومه. يظهر ثم اتفاق بالاحرف الاولى وصلوا له البارح، ويلحق بالاتفاق اللي وصلوا له على الوظيفه العموميه، خاصه قطاع التعليم اللي يمس العائلات ويمس وليداتنا وحير. وانا نحب نتمنى انه الهيئه الاداريه تفوت الفرصه على من يريد بسونية الإساءة للمنظمة الشغيلة وللنقابة والنقابيين في البلاد هاني. والحقيقة اللي فات فات تو، ما نحبش نحكي لك على احنا عبرنا البديل التونسي في أزمة التعليم في طنبكها قبل ما هذه بوادر ومبشرات متاع حل نتمنوه يتم. اما قلنا اللي احنا منحازين في العملية هذه للأولياء والتلاميذ، وقلنا أنه على الجامعة العامة عندها الحق ومشروع مش دستوري وواجبها باش تناضل من أجل تحسين أوضاع المربين، ونعتبروا لأوضاع المربين أوضاع سيئة جدا مثلهم مثل أغلب فئات الشعب التونسي. لكن ثم أساليب، نعمل الاضراب، نعمل الشارة، نعمل بيوم، نعمل بيومين، أما نعملش حجز الأعداد والامتناع على الامتحانات ولا يعني تعديد الفروض متاع التلاميذ. هذا الموضوع يعني كأسلوب كطريقة في العمل النقابي عندي حق، لأنه ما هيش مقدسات. كيف من يعني نسمح ليك ونسمح للرأي العام باش يرقد السياسي والسياسيين وأساليبهم؟ كذلك العقل النقابي التونسي مدعو كما العقل السياسي أنه يعيش مرحلة الانتقال الديمقراطي ويراجع طرق العمل متاعه والتموقع متاعه إلى آخره. أنا نعتبر للنضال النقابي والنقابة والاتحاد اللي مسباها مس بركزة من ركائز تونس وتوازن، وهذا مكسب كبير ياسر ما نلعبوش في لكن التخليط اللي وقع وقت اللي تختلط الأمور ونستعمل بعض مرات أساليب اللي ضر بالنظام. هذه بدعة حجب الأعداد مثلا ما صارتش. يعني أنا نحكي لك مثلا في فرنسا، في فرنسا ونذكر سفيان ربما يذكر بطبيعة الحال ضرب دستوري وديمقراطية عريقة، لكن منذ سنوات وقت اللي كانت نجاة بالقسام وزيرة التربية صوت الجمعية العامة الفرنسوية صوتت على قانون أنه وقت اللي يعمل التعليم ضرب الأولياء، وتعرف الناس تخدم الأرواح من الستة متاع الصباح الدنيا تشعل والعباد والأولياء وكذا، وقت اللي نهز ولدي أنا المدرسة وعملت أنت إضراب، الإضراب هو حضوري، تعمل الجاردري متاع الصغار تنجم ما تقريش ما تعطيش، لكن ما تسيبش الصغار في الشارع لأنه لا ثم إمكانيات والناس مش هتخدم إلى آخره. واعتبروها أن سيرفيس مينيموم ضروري في التعليم والتربية. يعني أمم قاعدة تلوج كيفاش ما تمسش من الحق النقابي المشروع والشرعي والمكسب، وكذلك توازن مع المصالح خاصة وقت اللي تولي أبنائنا في الحساب. نتمنى على كل، نتمنى على كل في أقرب وقت ينتهي هالملف إن شاء الله يا رب. المراجعة مهمة في الطريقة، وكأنه سفيان صحيح احنا ديما في ليكسيبسيون ديما في العالم، في تونس ديما تلقاونا عنا في 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 المنطقة فما ليكسيبسيون تاعنا، ولكن ساعات ما تراش هي كذلك في التعليم. شوف اللي في التعليم تونس بالضبط اللي بلاد تونس حاشين لو التعليم والعمل النقابي. يعني كي تشوف محمد علي الحامي وطاهر الحداد خرجوا هما اصيلي منطقه معناها مطاوة، خرجوا ولا بالقسم الجناوي بار اكزومبل من الحامه ومن المطويه، ويجيو لتونس وياسوا نقابات الكبرى. اول نقابات في العالم الثالث وطني اساسها محمد علي الحامي، يمشي لالمانيا وخالد العبيد يولي اممي ويقول معناها طاهر الحداد جاء انا محمد علي في البدايه بافكارنا تتسع على هالبلاد. شوف الحد حشاد يخرج من قلقنا من العباسيه، بعد يمشي الساخس، بعد يمشي للساحل ويخدم في ستاس ويعمل نقابات الجنوب الوسط، ثم يجي تونس واستحد عم تشغله، بعد يولي فيس بريزيدون تاع الكونفدراليه الدوليه للنقابات الحره. يعني النقابات والتعليم ضحاو الجهويات موجوده كانت بقوه، وكانت السلطه في تونس سلطه البي موجوده في وسط البلاد، والمحله محله تمشي للساحل وللجريد وقفصه الدقدق، ومحله تمشي للشمال
تتعدى على دخلة المعاوين وتمشي الباجة وتمشي للكيف والقصرين والمجلو في الحشيش والدقدق وتفكروا في الترابيت. بعد جت المواطن لأنه من غاديك طلعوا أنت تاخذ دار شعبين هم حدنا هنا أكبر عدد متاع سنترانيان وغران زيكول في تونس كلها صحيح. من منطقة دار شعبين صحيح. يعني الناس قرات ودخلوا للكل في المكارب التعليم والنقابات كذلك نحات الفروقات. علاش؟ على خاطر العمل النقابي هو عمل طبقي ومبني على رؤية وطنية، وخاصة العمل النقابي برضو محمد الحامي وطاهر الحداد وأحمد التليلي ارتبط بالقضايا الوطنية والسياسية وحتى عسكرية الدفاع عن الوطن. اليوم تو أنا مع كلام خميس قصيرة يا خويا، ما عادش السنديكاليزم دو بابا، تمشي لألمانيا تلقاو العراف مع النقابين، ما تعرفش كل عارفش كل نقابي حتى في كستو في لبستو في الدراسات. الاتحاد وقت عمل مركز الدراسات، على فكرة مركز الدراسات أهم المركز، أهم المركز بتاع الحكومة وعنده مثقفين كبار. يقول لك عم يجي البديو يقول لك وش فلا بخطي خبراء ديجا معناه والمسألة هذه عريقة سي سفيان ايه؟ لأنه تتذكر حشاد ايه؟ عمل برنامج اقتصادي واجتماعي، تتذكر أحمد بن صالح اللي خذاه من العام انت الاتحاد ايه؟ عمل برنامج اقتصادي واجتماعي، بمعنى الدراسات وأعداد البرامج والنظرة الاستشرافية والشمولية والوطنية مسألة متأصلة في وشكون بلاد التعليم في تونس المسألة اللي هو بعد اختيار حشاد رمز من رموز هو اللي شد الاتحاد. معناها الاتحاد وشكون بلا الجامعة التونسية أنت تفضل بالعشود اللي ترأس المؤتمر الأول نتاع الاتحاد. يعني باش يقول لك اليوم بكل صراحة والسنديكاليزم دو بابا ما عادش ينجم يخدم كيما لا بوليتيك دو بابا. احنا يجينا مثال اليوم حافظ قاضي السبشي حاب يعمل توريث بعد بلاد عملت ثورة وزعزعت العالم أجمع. ليكول دو فرانكفورت وقتصاد الثورة في تونس من تبقى منهم قالوا شيء غريب شو قاعد يقع في تونس، هذا كيما صارت الثورة البلجيكية ولا الثورة المكسيكية ولا غيره. واليوم نرجعوا معناها السيجمونتاسيون تريبال نفس الشيء. اليوم بكل صراحة شوف هذا باش يقول لك أنا ضحية والآخر الجلاد، الكلهم ضحية والكلهم الجلاد. المواطنين يجب تتفهمهم كيما قالك في فرنسا باش يجيبوا طفل مرا باش تحمل تقعد تستنى سنوات حتى تلقى كاردغي ولا شكون يشد لها ولادها في باريس، تقعد ثلاثة أربعة عطيتك سنة ما تجيب الصغيرات. علاش على حالك هكا؟ فما بالك بالكاردغي كيما قالك أولاد سايبهم في الشوارع وين ثم الدراغ وين ثم العنف وغيره. دونك اليوم ثم مراجعة كلية نغزو الوحدة في المراية ونقولوا كلنا مسؤولون. كيما اللي يروح يلقى ولده يجيوه اللطف البوليسية يقولوا له اسمع ولدك لقيناه يلعب في الحملة كحلة في الدار وين في كذا، مش يشد لأمه يقول لها يا اللي بيك يا اللي عليك، يتلفت روحه يقول حتى انا مسؤول، يمكن ولدي ما حكيتش معاه ما راقبتش ما عملتش، ثم مسؤوليه جماعيه نعاودوا نرجعوا الامور الكل. ان شاء الله يلقاوا الحل اليوم وان شاء الله يخرجون بحل ايجابي بعيدا عن التصادم مع حتى الاتحاد في حد ذاته لانه اليوم الوضع لا يحتمل. بعد الفاصل نرجع الى حزب البديل التونسي اليوم اين هو من التوازنات السياسيه ومن تطور المشهد السياسي 2019 اللي هي سنه سياسيه بامتياز.